منذ أسابيع تشهد اليمن أزمة اقتصادية خانقة إثر تدهور غير مسبوق للعملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية وسط اختناقات تجارية ومعيشية حادة. ومنذ أيام تجوب تظاهرات واسعة شوارع مدينة تعز وسط هتافات غاضبة ومنددة بحالة الجوع الذي وصلوا إليه وعجز الحكومة عن وضع حدود للانهيار الاقتصادي الكبير. لا غاز، لا كهرباء، لا مياه، ماذا تريدون من الشعب هذا؟ نحن جاوعين، رفعتوا علينا الدولار، رفعتوا علينا الأسعار، لا فين بتوصلونا، لا فين انتهكتونا، نحن الآن بانهيار، بحالة نفسية جنونية، اتقوا الله. خلال الأيام الماضية كانت الحكومة اليمنية أعلنت عن حزمة من الإجراءات الطارئة أبرزها تغيير محافظ البنك المركزي وتشكيل لجنة رقابية، لكن وبحسب مهتمين بشؤون الاقتصاد فإن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لا تكفي لمعالجة الانهيار. طبعا هذه الخطوة هي غير كافية بالفعل، لكنها شرط أساسي للقيام بإصلاحات اقتصادية ونقدية واسعة، وهذا يجب على الحكومة والتحالف أن يساندوا إدارة البنك المركزي وأن يكون هناك تكامل في الأداء والعمل بين كافة مكونات وأجهزة الدولة، إضافة إلى تقديم التحالف للدعم المالي المباشر للبنك ولتسهيل عمل أداء الحكومة وعودة الحكومة أيضا إلى الداخل عبر تفعيل المؤسسات ووضع خطة اقتصادية عاجلة وتفعيل الميزانية المالية العامة للدولة. وتشهد أسواق مدينة تعز وبقية المحافظات اليمنية الأخرى موجة غلاء غير مسبوقة وارتفاعا قياسيا في أسعار جميع السلع الأساسية. ما بين الانهيار الاقتصادي والحلول الحكومية الطارئة ينصح خبراء اقتصاديون الحكومة اليمنية بعدم التعامل بردة الفعل مع موجة الأزمات الاقتصادية، وأن تتبنى استراتيجية شاملة لإصلاح الوضع الاقتصادي بشكل جذري لا بشكل مؤقت. معاذ منصر، اليوم، تعز.